من الحاجات اللي كتبت عن الأهلي وتحتاج توقف مقالة للزميل محمد شبانة في الأهرام الرياضي إن ابتعد الأهلي فكؤوس السوبر هي التي تخسر. وبيقول محمد شبانة: الثقة في كيان الأهلي لازمة وواجبة علينا جميعا، فهذا يأتي مسؤولا وهذا يرحل، هذا نتفق معه وهذا نختلف، وتبقى القلعة الحمراء من مصادر الفخر لكل المصريين بمن فيهم من ينتمون لأندية أخرى حتى زملكاوية. وبيقول محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي: ومن يرغب في التعرف على القيمة الحقيقية للأهلي سيعرفها كلما سافر إلى أي بلد في العالم، فالأهلي من العلامات المهمة لمصر كلها. لا تعجبني لغة الحديث عن الأهلي حتى لو أخطأ مسؤولوه عند تحديد مواعيد كالسوبر المصري السعودي، ولا أعرف إن كان ذلك حقيقيا، فلا يليق الحديث عن الأهلي بمثل هذه الطريقة. فالكيانات العظيمة احترامها واجب، خاصة من المؤسسات الرياضية، ومشاركة الأهلي في أي بطولة أو مباراة يزيدها قيمة. وإن ابتعد الأهلي فكؤوس السوبر هي التي تخسر. ونفس ما أقول ينطبق على الزمالك، خلافاتنا مع الشخوص لا تنال أبدا من مكانة الأهلي والزمالك أبدا أبدا، زي ما بيقول محمد شبانة. شوف لعله لخص الأمر. الموضوع ما فيهوش خلاف يعني يستوجب أن يتحول إلى خلاف شخصي. أها. يا إخواننا في مواعيد قد تتعارض، بس بنقول لكم خدوا بالكم. عندي شعور كبير قوي أن في الآخر السوبر هتلعب كما ينبغي أن يلعب. وما هو المنبغي؟ بطل الدوري مع بطل الدوري، أو بطل الدوري مع بطل الكأس، يتعمل مقص في الآخر يلعبوا مع بعض أو وات إيفر، لكن في الآخر الأبطال يمثلون في السوبر. وفي القاهرة ولا في الرياض؟ دي بقى مسألة، يعني ما أنت برضو هترجع تقول ليه في القاهرة أو ترجع تقول ليه في الرياض؟ الاثنين بطل دوري. الاثنين بطل دوري. مادام بطل دوري مع بطل كاس يبقى في أرض بطل الدوري. أيوه. يعني قد يكون هذه أحد الحلول، الهلال يلعب في أرضه والأهلي يلعب في أرضه، لكن إذا لعب بطل الدوري مع بطل الدوري يبقى ممكن تبقى قرعة، ممكن تبقى بالاتفاق. ودي اولويات الكاف حتى لما وما بيعمل ما بقتش اذا بطل ابطال الدوري مع الكونفدراليه في ملعب بطل الدوري. ما بقتش مساله الارض لما تكون الملاعب كويسه، والملاعب كويسه في السعوديه وكويسه في مصر والجمهور كتير، فانت جمهورك موجود هنا وهناك، خلي بالك. انما والهلال هناك عنده فرص حضور اكتر، والهلال كمان جمهوره كبير. لكن ما هياش دي القضيه الخلافيه. القضيه الخلافيه ان توجدت الوقت المناسب للهلال والأهلي. طيب أسعار اللعب.